تيتشر تشايلد نحن جمعية منساعد العيال والأطفال يلي هن بحاجة مادية لمتابعة تحصيلهم العلمي من خلال التكفل بكافة المصاريف المتعلقة بدراستهم. يعني نحن بندفع رسم التسجيل، رسم لجنة الأهل، الكتب، القرطاسية، المواصلات يلي هي عبء كبير على عدد كبير من الناس. باللبنان العالم تفكر أنه العلم ببلاش لأنه في عنا مدارس رسمية، ولكن في كلفة كبيرة للعيال المحتاجة يلي مرات ما فيها تغطيها، وهون نحن بنلعب دورنا انه نتواصل مع هالعيال ومنساعدهم لندفع كافه المصاريف المتعلقه بتعليم اولادهم. خلال 3 سنين كم طفل ساعدته؟ اول سنه علمنا 100 تلميذ، ثاني سنه 400 تلميذ، والسنه حطينا 600 تلميذ بمدارس رسميه بكافه انحاء لبنان. مين اللي بيدعمكم؟ بيدعمونا مؤسسات، بنوك، اشخاص، افراد. في ناس بتدعمنا ماديا يعطونا مصاري، في ناس بيعطونا مساعدات عينية يعني بيقدموا لنا قرطاسية، كتب، شنط، لباس مدرسي، وفي ناس بيدعمونا معنويا يعني مثل حضرتكم هلا على التلفزيون. كيف بتنقوا الأطفال اللي بدكم تساعدون؟ هل من شروط معينة؟ أكيد نحن بنتواصل مع مدراء المدارس الرسمية وبنشوف ما عندهم التسرب المدرسي، يعني هالتلاميذ اللي كانوا عندهم بالمدارس وتركوا لأسباب لحاجة مادية، بنتواصل مع الأهل وبنضمن لهم نحن رح ندفع كافة المصاريف لأولادهم وبنرجعهم على المدارس ونضلنا معهم لينتهوا من دراستهم. بنتعامل كمان مع مراكز بتتابعوا بنتائجهم ست زينة؟ يعني إذا حسيتوا الطفل في عنده مشكل بمكان ما بتتابعوا معه ولا لا؟ بس حاليا لهلا بعدنا ما بلشنا نعمل الدعم خارج اطار المدرسه، ولكن هيدا واحد من الاهداف اللي عنا اياها بالسنين القادمه. ومثل ما قلت لك كمان نحن متواصل كمان مع مراكز الشؤون الاجتماعيه في برنامج العيال الاكثر فقرا، كمان نحن بناخذ هالعيال يلي الدوله بتدعمهم بغير اشياء، بتدعمهم بالمجال الصحي والمونه والاكل وهيك، فنحن بناخذ الاولاد وبنسجلهم بالمدارس لحتى يكفوا تحصيلهم العلمي ما يقعدوا بلا علمهم. شو النتائج اللي حققتوها حتى اليوم؟ شو لمستوا غير انكم عم تساعدوا اليوم اكثر من 600 شخص او 600 طفل، ولكن كيف عم بتشوفوا انعكاس هالايجابيه وهالنجاح اللي عم تقوموا فيه؟ شوفي نحن بعد صرنا 3 سنين، يعني بعد ما لمسنا ثمره شغلنا، ولكن ان شاء الله بهالكم سنه بنلمسها. ليش ما نكون للضوء؟ ليش ما طالعين على الضوء؟ يعني ما طالعين كثير. هلا صرنا يعني يلا. انا بالصدفه هيك عم بقرا الخبر قلت بشو هالجمعيه هيدي المهمه، انه يعني عم تشتغلوا عمل خيري كثير حلو وما عم تسلطوا الضوء عليه. بلا شوي شوي عم نسلط الضوء، هلا مثل ما انت قلتي يعني طلعنا على كذا تلفزيون، كان عندنا الايفنت تبعنا كان كثير كبير، 600 شخصيه حضرته ورح يتغطى وتغطى من كافه وسائل الاعلام. وبذات الوقت عم نتواصل كمان مع الوزراء ومع النواب كرمال سن قوانين ومراسيم تطبيقيه للعلم الالزامي بلبنان، يعني شوي شوي عم نمشي. مثل ما قلت لك نحن صرنا 3 سنين، اول سنه كان بس مجهود فردي من الاعضاء لنحط 100 تلميذ وكبرنا بهالسنتين ل 600 تلميذ. الفكرة بلشت كرمال أطفال الشارع يلي بتشوفيهم حواليك وبلولك قلبك ما بتعرف شو بدك تعملي فيهم. هلا شو عامل فيهم مثلا؟ أطفال الشارع المشكلة عندنا القوانين بلبنان، نحن بلبنان ما كان عندنا قانون إلزامية التعليم، نزيد بال 2011 ولكن ما في مراسيم تطبيقية، يعني بعده لهلا حبر على ورق. ونحن هدفنا وعملنا وبنتمنى من الرسميين إنه يحطوا هالمراسيم التطبيقية لحتى نجرب نخفف من هالظاهرة يلي هي تسول اليوم. من بعد ما عم بتشوفوا هالكم من النازحين، من هالكم من الأطفال يلي ما بقى أنا شخصيا عم بقدر شوفهم، مثلا كل بين كل متر ومتر في 3 أطفال نايمين على الأرض، بتحسي راح تعب ابتعان انه انت اسستي هيدا جمعيه لتلمي اطفال الشوارع فجاه بيجيكي ملايين من الاطفال مقابلهم؟ صحيح. نحن اول ما بلشنا عملنا كنا عم نقول انه حيلا طفل بلبنان نحن بدنا نساعده عايش بلبنان، وبلشنا من كافه الجنسيات، ولكن هلا مع هالظاهره يلي هي صارت اكبر من البلد مش بس اكبر من جمعيتنا، شيء مخجل ومحزن وبيدمي القلب، يعني واحد ما بيعرف وين بده يبلش. حاليا نحن عم نساعد، ما عم نقدر نفوت يعني ونساعد الاطفال يلي على الشارع يلي هن غير لبنانيين ونزحوا، وبس شيء محزن كثير الدوله ما قادره تقوم فيهم. ان شاء الله العالم يطلع فيهم ويجرب يساعدهم ويقدر. بيقولوا لك ما في عندنا محل الدوله، شو بدنا نعمل فيهم؟ ما هو هيدي مشكله، مش مشكله لبنان يعني، هي مشكله اكبر عالمية. من لبنان حتى عالميه. شو الخطط المستقبليه لتيتشر تشايلد؟
نحن مثل ما قلت هدفنا سنة الجاي 800 تلميذ، وكان عنا الإيفنت واجينا كتير دعم من كافة يلي حضروا الإيفنت تبعنا ومؤسسات يلي دعمتنا وسبونسرز. والخمس سنين هدفنا للخمس سنين يمكن عنا 1000 تلميذ بكافة أنحاء لبنان، وإن شاء الله نوصل له بعد سنتين. رح تقوموا بنشاطات معينة مثل هالعشاء اللي قمتوا فيه؟ نحن كل سنة عنا عشاءنا السنوي، عشاء واحد، عشاء واحد سنوي كبير. ولكن خلال السنة بنقوم بكذا إيفنتس صغيرة، بنعمل حملات توعية بالمدارس الخاصة وبالجامعات الخاصة لنوعي هالجيل الصاعد على هالمشكلة اللي هي إنه في عنا بلبنان بعد ناس عم بيكبروا أميين وما عم بيروحوا على المدرسة، ومنخليهم هن يجربوا يعملوا مشاريع بمدرستهم ليساعدونا ماديا وليساعدونا معنويا من خلال نشر أهدافنا وبالجامعات كمان. مين الأعضاء؟ نحن شي 26 أعضاء. لا ذكور؟ بعد لهلا ما في ذكور، مع انه بيدعمونا. قادرين تتفقوا 20 سيدة مع بعض؟ كلهم بيقولوا ما بيقدروا يعملوا شغل الستات مع بعض. لا والله الستات او ما بدهم فيهم يعملوا بدهم اياه. كلياتكم ناشطين فقط ام عندكم اعمال مثلا بمجالات اخرى وبتجتمعوا بهذا العمل؟ في من كل في ستات عندها اعمال ثانية وعم بتشارك معنا بالجمعية، وفي ستات متطوعين بس للجمعية. نحن بجمعيتنا كل العمل بعده تطوعي، يعني ما عندنا مصاريف لحيلا شيء ثاني. كل المساعدات اللي بتجينا دغري بتروح دغري للتلاميذ، وهذا شغله بفتخر فيها انه كل عملنا تطوعي وعم نقدر نقوم بكل هالعمل الكبير وهالمجهود الكبير بتطوع. المساعدات ما بتميز بين طفل وبين منطقة، واصلين لكل لبنان. نحن بنعطي دعمنا بمعزل عن الدين، عن الجنس، عن المناطق وعن التحصيل العلمي. يعني حتى لو ولد، في عندك جمعيات بتساعد إذا ولد متفوق، ولكن نحن بنساعد الولد حتى لو ما كان متفوق، حتى لو كان عنده صعوبات تعليمية، لأنه كل ولد بحق له إنه يروح على مدرسة ويتعلم. كل ولد بحق له على القليل إنه يكون بمحيط، بعدكم عم تحكوا عن التحرش الجنسي، بمحيط صحي سليم يقدر يكون بعيد عن الشارع وعن الرزيلة وعن يتعرض لكافة أنواع الأخطار. في عندكم رسائل معينة بالجمعية أو أهداف راسمينا؟ يعني هدفنا مثل ما قلنا أنه نقدر نحط قد ما فينا التلاميذ بالمدارس لحتى نطلعهم يقدروا يبنوا هن مستقبلهم. وهدفنا الهدف كل إنسان يمكن بلبنان أن يصير سعيد. كلنا عم تعمل هذا الشيء أكيد شيء بنفتخر فيه. يعني أو ما بتروحي وبتشوفي هالتلاميذ اللي صار لهم معنا 3 سنين، يلي هو اللي كانوا من قبل أميين ما راحوا بحياتهم على المدرسة، بين أمي تتواصلوا معهم على صعيد شخصي؟ نتواصل، لأنه مثل ما عم بقول لك نحن بعد عملنا كله تطوعي، نحن عم نكون فيه، نحن عم ننزل على الأرض ونحن عم نشوف التلاميذ وعم نسجلهم، نحن عم نلتقي فيهم ونحن عم ندرسهم فايلاتهم. فأكيد فيها فخر، فيها اعتزاز كتير وفيها قربة. يعني هن بحسوا إنه في ملجأ معنا. هالأشخاص يلي ما كانوا الأهل يلي ما عندهم حدا مرجعية يروحوا لعنده ويطلبوا مساعدة، عم بحسوا إنه صار عندهم مرجعية على القليل تأمن لهم مستقبل أولادهم وعلم أولادهم. بدي أتمنى لكم كل التوفيق، شغلكم كتير حلو، الله يكون معكم وإن شاء الله بتكبر هالجمعية وبتقدروا تساعدوا أكبر عدد من الطلاب وتتوسعوا بغير أمول تعنى بالطالب وبمصلحته. شكرا لإليك. شكرا. مشاهدينا، بريك ومنتابع.